شوف واتس انه واتس ان فاشن واتس شو عم بيصير بالموضه. ولانها برودوي جديده انه اتس مش كثير انه ما كثير بتشوفوها بالويب سايت، بتفوتوا على الانترنت ما في كثير منها، اتس نيو برودكت، مشان هيك لفتت لهم نظرهم وحبوا يعملوا معي انترفيوز. يمكن كمان هن شوي يعني نحن عم نشوف هاد بيسز بس يمكن مختلفين عن الاشياء اللي بنشوفها بالسوق عاده. كمان اسم الله موجودين صاروا قطعك باكثر من 10 بوتيكات بالعالم، بلندن، بباريس، بكذا محل، بدبي كمان. كيف قدرت توصلي لهونيك؟ أنا أول شيء عملت ماسترز إن فاشن ماركتينج بلندن بمارانجوني، إتس إن إيطاليان سكول، فتعلمت الماركتينج كمان. أوكي. فعندي الباك جراوند تبع الديزاين، كمان أخذت فيو كورسز بسانت مارتنز بلندن، والديزاين والماركتينج، وجربت إنه ثرو ماي ماركتينج سكيلز إنه أعمل كونتاكت وطبقيهم، يعني طبقتيهم. إكزاكتلي، طبقت اللي تعلمته بال. كانت صعبة حتى قدرتي توصلي لهم. إيه كتير. أدي أخذت فترة وقت هيك. أخذت كثير وقت ويعني قضيت ليالي ما نام، قدر أعمل ريسيرش كل النهار ومن هيدا لهيدا تشوف كيف إنه ما تعبت كثير بدا ريسيرش وكثير بس إنه النتيجة كانت حلوة، هيدا أهم شيء. أكيد لأنه إتس برودكت جديد كثير ساعدتني وبتحبي شغلك فعم تعطيه من قلبك. أكيد أكيد. كارولينا شو السوق الجديدة هلا اللي عم تطمحي إنك تدخلي عليها بعد ما دخلتي أهم أسواق العالم؟ يعني شو السوق الجديد اللي بتطمحي تدخلي لها حاليا؟ هلا انا ان بالديسمبر رايحه على نيويورك، انا رحت اوريدي ان سبتمبر سبق وعرضت بنيويورك فاشن ويك. اكزاكتلي بنيويورك فاشن ويك. وهلا اجوا they just asked me انه ارجع روح اعمل كمان بعد مره شو معهم. ات واز فيري سكسسفل، كثير مشي الحال وكثير حبوا الفكره، فرجع راح اعمل عندهم ترانك شو بديسمبر، وراح اعمل كمان ترانك شو عند بيركدورف جودمان بنيويورك، هو من اهم الديبارتمنت ستورز بامريكا. حلو كثير. حلو. طيب قولي لنا شو التركيز بيكون برا يعني غير الدول العربيه؟ هل هي نفس الكولكشن بتكون موجوده ولا في شيء معين بتحطيه بركي بلندن وباريس غير دبي غير أكيد. شو بتحطي هونيك وشو بتحطي بالدول العربيه؟ اكيد هلا بالدول العربيه بحبوا كثير الشوروفسكي والستراس والالوان هيك القويه، مع انه اخذتهم معي وقتك واذا رحت على نيويورك وما ابدا 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 ما تقبلون، فراحوا الاشياء اللي كثير سامب. وبعدين هي كمان موضه بعد بامريكا، بعد ما تقبلوا هالفكره يحطوا الشيء على راسهم، مع انه انت بتشوفي بالماجازينات وبالموفيز هن الاول انه هن اللي بيلبسوا، بس بعد ما كتير تقبلوا الفكرة. بعد شوي شوي عم تدخل، يمكن أكثر كمان بيستعملون بركي بالليل أكثر من بالنهار. 100% بعد بالنهار لأنه هن كتير سامبل والستيل تبعهم كتير سامبل، فبعد منهم مش مثل نحن، يعني مش مثل البلد العربي. كارولينا مجموعتك لربيع وصيف 2013 تم اختيارها من قبل المصمم اللبناني العالمي ربيع كيروس، قديه هيدي الخطوة هيك عطتك حافز لشغلك؟ أنا كتير كتير بحبه لربيع كيروز، كتير بحب شغله، وأنا أنا زمان كتير بحب ضلم بلاحقه بشوف شو بيعمل وكل شيء. ووقت اللي كان وقت اللي بلشت أعملهم الهيد بيسز قلت بدي أروح أحكي معه وشوف إذا بيحب إني أعمل له كولكشن. وقت اللي فاجئته لقيته كتير حبهم، بس قال لي حنعمل واحدة جديدة أنا وياكي، مش إنه عن شيء عندك أوريدي. فقعدنا سوا ورسمنا كم قطعة وعملنا ديزاين قطعة جديدة سميناها التاج، عملنا بس 50 قطعة منها. ليه هيدي التسمية؟ لأنه ألتاج إنه للمرأة العربية، إنه قلت إنه بدي شيء عربي ويكون كمان يبين إنه هو إذا بتشوفيه الموديل منه كتير عربي، بس كان بدي كمان أرجع أعمل هيدي المغياج بين الإيست والوست، المزيج ما بين إكزاكتلي. فقلت إنه بسميها ألتاج، هي اسم عربي، وبعطيها شيب فيري هيك مودرن. حلو كتير. طيب من الهيد بيسز ما بعرف عم بتطلع لبسة هيك خاتم غريب عجيب، تصميمك شيء هيدا؟ لا مش تصميمك. بتفكري تنتقلي لاشياء ثانيه؟ اكسسوارز بركي حلق، بركي نكلس. ايه بس شيء ديفرنت. مثل شو مثلا؟ عندي كم فكره، بركي هات، انا بحب اشتغل بالراس وبالشعر، فمن هون انه ان ذس ايديا بتضلك بس
بهالبارتي بهالبارتي كارولينا، وين طموحك بعد توصلي بعد ما دخلت اهم الاسواق العالميه وبلشت تتعاوني كمان مع مصممين ازياء حطوا اسم لبنان على الخارطه العالميه بالنسبه لعالم الموضه؟ هلا حلمي انه اني اروح على لوس انجلوس، رح بركي هلا عم بشتغل عليها، لانه في كثير عالم تعرفت عليهم بامريكا قالوا لي انه هيدي انه بتزبط كثير بهيدي بلوس انجلوس، فرح جرب هلا اخر السنه بعد نيويورك روح للجمعه شوف اذا بتقبلوا الفكره هونيك وشوف. هاو. أهلا وسهلا فيك كارولينا شماس، كل التوفيق لإليك بكل الأعمال اللي رح تقومي فيها، وإن شاء الله إلى مزيد هيك من النجاح بالأعمال اللي عم تقدميها. أهلا وسهلا فيك. Thank you so much. من الأورا هات بيسز رح ننتقل إحنا وياكم إلى عالم السينما، عالم الفن السابع، مع الفيلم اللي بيحمل عنوان غريس دو موناكو. هذا الفيلم اللي رح يروي قصة حياتها لهالأميرة الأمريكية واللي رح تجسده الممثلة نيكول كيدمان. ليش تأخر الفيلم؟ جواب بهالتقرير. You